السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الدرس الرابع هندسة، وده يعتبر الدرس الأخير في الوحدة الأولى هندسة، وهو درس تطبيقات على المتجهات. قبل ما نحل الدرس ده، ما ينفعش تحل الدرس ده أو تذاكره من غير ما تكون مذاكر درس المتجهات ودرس العمليات، وخصوصا درس العمليات على متجهات، لانه مهم جدا جدا. لو انت حليت معايا الاسئله المقاليه الخاصه بدرس العمليات بالمتجهات، هيبقى بالنسبه لك الدرس ده تافه جدا جدا بامر ربنا، خلاص. فلازم درس العمليات على المتجهات، انا بنبه اهو، تكون مذاكره كويس جدا جدا. لو انت اول مره تشوفني، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو طبعا عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. كالعاده الناس اللي محتاجه ملزمه الشرح الخاصه بيا، موجود رقم في اسفل الفيديو، هتبعت له رساله واتساب هيقول لك كل تفاصيل الملزمه، هي مبلغ رمزي بسيط جدا جدا. تعالى يلا نتوكل على الله ونبتدي في حل التمارين. طيب، التطبيقات هو جزء هندسي وجزء فيزيائي. الجزء الفيزيائي بيكلمك عن محصله عده قوى، زائد بالنسبه لي اللي هي السرعه النسبيه، وده هنفهمه باذن الله واحنا بنحل فيها، ما تقلقش. طيب تعالى نشوف السؤال الاول كده ونبدا يلا حل تمريننا. بيقول لي الف باء جيم دال شبه منحرف، فيه الالف باء بيوازي الجيم دال، تمام كده. لو انا معايا شبه منحرف بالشكل ده، اهو كده، تمام، اهو ادي الف وادي باء وادي جيم وادي دال، تمام كده. تمام، قال لك ان الف باء بيساوي 2 جيم دال. لو انت عايز تظبط الشكل بتاعك عادي جدا ان انا ممكن اقول، بس هو طالما فيه يوازي، يعني دي القاعده اللي فوق ودي القاعده اللي تحت، تمام كده، فعادي جدا مفيش مشكله، او العكس ما يفرقش معايا. الف باء هو الكبير، يبقى الف باء هو اللي تحت، يبقى انا همشي كده الف باء وبعد كده جيم وبعد كده دال، خلاص فهمتني. فانا بالنسبه لي مفيش مشكله الرسمه بتاعتي، تمام. طبعا احنا عارفين في شبه المنحرف القاعدتين دول بيبقوا متوازيتين، وهو قال لك ان هما متوازيتين، وقال لك كمان ان ا ب بيساوي 2 من الجيم د، فان النقطه د بتساوي ايه. طبعا دي درس سهل جدا من العمليات على المتجهات. طالما يا باشمهندس معايا المتجه اللي هو ا ب، متجه اشتغل متجهات بقى، بيساوي 2 من المتجه مين؟ د ج، لازم امشي كده ا ب يبقى د ج، يبقى 2 من د ج، تمام كده. طيب ماشي، انا عارف ان الالف باء متجه بيساوي النهايه اللي هو باء ناقص البدايه اللي هي الف، تمام كده، ويساوي ادي 2 في النهايه اللي هي ج ناقص البدايه اللي هي مين اللي هي د، تمام كده زي الفل. طيب ماشي، ممكن نفك الناحيه الثانيه، يبقى ماء متجه ناقص الف متجه بيساوي 2 ج متجه ناقص 2 د متجه. خلي بالك انت معاك الالف والباء والجيم، وهو عايز الدال، تمام، فعايزين الدال في طرف، فدي هنوديها الناحيه الثانيه تبقى موجب 2 د متجه، هيساوي ادي 2 ج متجه. بص بقى معايا، الباء هتروح الناحيه الثانيه هتبقى سالب باء متجه، السالب ا هيروح الناحيه الثانيه هيبقى موجب ا باء ا متجه، عشان نجيبها مره واحده، تمام كده، يبقى 2 د متجه بتساوي 2 في الج، اضرب لي كده الج في 2، يبقى بالنسبه لي 8 و0 ناقص الباء متجه، اكتبها زي ما هي اللي هي 3 و2، وبالنسبه لي زائد الالف متجه اللي هو 2 و1، تمام كده. تمام، هيساوي 8 ناقص 3 5، 5 زائد 2 7، 0 ناقص 2 يبقى سالب 2، سالب 2 وموجب 1 يبقى سالب 1. طيب دي عبارة عن 2 د متجه، هو عايز د بس يا باشمهندس، أو إحداث النقطة د، اقسم على الاتنين يبقى 7 على الاتنين وسالب 1 على الاتنين. طبعا 7 على الاتنين لازم تبقى عارف إن هي 3 ونص، يبقى هي عبارة عن 3 ونص وسالب نص اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم أ، تمام كده؟ ده تطبيق هندسي وسهل جدا جدا. اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل د وهاء منتصفات ا ب و ا ج. تعالى نرجع لتانية اعدادي، وهي نظرية القطع الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث بتوازي الضلع الثالث وتساوي نصه. يعني انا لو قلت د ه، يعني همشي كده، يبقى هي بتساوي نص ب ج، تمام كده. فقال لك ان ا ب بكذا والالف ج بكذا، فان د ه بتساوي ايه؟ تمام، انا لسه قايل لك دلوقتي من النظرية التانية اعدادي ان د ه متجه هتساوي نص، ونفس الاتجاه انا مشيت من الدال للهاء، يبقى همشي من الباء للجيم، يبقى هي نص الباء جيم متجه، تمام كده. طب يا باشمهندس انا مش معايا هنا باء جيم. طالما مش معاك الباء جيم، روح لنظريه المثلث، تمام. الباء جيم ماشيه كده، يبقى انا لازم ادي كده همشي معاها باء الف، وهمشي معاها كده الالف جيم، الضلعين دول هيلفوا كده، واللي هيقفل عليهم هو الباء جيم. يعني انا كان الباء جيم دي يا باشمهندس بتكافئ مين؟ طبعا هتكافئ الباء الف قلنا،
زائد المتجه التاني اللي هو الالف جيم، تمام كده؟ تمام وزي الفل. يبقى هتساوي نص. طبعا هو عطيك المتجه الف باء بميم، يبقى المتجه باء الف اعكس اشارته، طالما عكس الحروف يبقى سالب ميم، تمام كده؟ تمام. زائد المتجه الف جيم هو عطولي زي ما هو اهو، اللي هو متجه ايه؟ نون. يبقى انا بالنسبه لي وصلت ان ده الهاء متجه بيساوي نص في سالب ميم زائد نون، تمام كده؟ طبعا هي اكيد مش دي واكيد مش دي. ليه يا باشمهندس؟ لان هنا ما فيش نص، تمام؟ يبقى هي دي يا دي. طيب ماشي، دي سالب ميم، دي موجب ميم، دي موجب نون، دي سالب نون. طب يا باشمهندس برضو دي موجب ميم، دي سالب نون. يبقى مبدئيا هنا لازم اغير الاشارات، عشان اغير الاشارات هاخد السالب بره عامل مشترك، يبقى دي سالب نص، دي سالب ميم يبقى موجب ميم، دي موجب نون يبقى سالب نون. يبقى هي عباره عن سالب نص، ميم متجه ناقص نون متجه، اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د. ودي كده بكل بساطه. تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ميم نقطه تلاقي متوسطات المثلث ا ب ج، فان ا ب زائد ا ج بيساوي ك في كام ا م، يعني كام من الالف ميم؟ اقول له حاضر، مش انا عندي ان ا د ده متوسط، فنظريه المتوسط لو المتوسط نازل بالشكل ده كده، ولازم اقول نازل ليه؟ لان هو خد الالف ميم نازل، فناخد المتوسط الف د نازل. يبقى بالنسبه لي يا باشمهندس عارفين من النظريه ان ا ب نازل زائد ألف جيم نازل بيساوي 2 من المتوسط، نظرية المتوسط بتاع درس العمليات. فاحنا عارفين إن ألف باء متجه زائد الألف جيم متجه عبارة عن 2 من المتوسط ألف دال متجه، تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. طيب حاضر، أنا عايز أشيل الألف دال وأحط مكانه الألف ميم، تمام؟ طب ما احنا عارفين المتوسط بيقسم بنسبة 1 إلى 2 من جهة القاعدة. يبقى أنا بالنسبة لي إن ألف ميم متجه عبارة عن 2 على 3، ما ده نسبته 2 وكله اللي هو الالف دال 3، يبقى 2 على 3 من الالف دال متجه. بس انا عايز اشيل الالف دال، عادي جدا اضرب الطرفين في كام؟ دي 2 على 3، يبقى انا هضرب هنا في 3 على 2 وهضرب هنا برضو في 3 على ال 2. طبعا دي هتروح مع دي، يبقى هيصبح ان الالف دال متجه بيساوي 3 على 2 من الالف ميم متجه. يبقى الكلام ده هو يا باشمهندس ممكن اشيل الالف دال واكتب 3 على 2 في الالف ميم متجه، تمام كده؟ الاثنين هتروح مع الاثنين، يبقى دي عباره عن 3 من الالف ميم متجه. يبقى بالنسبه لي الكاف دي بتساوي 3، لانه بيقول لي الف ميم في كام؟ يبقى 3 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم، تمام كده؟ فانت لو مذاكر الدرس اللي فات كويس خلاص، احنا حلينا في المقالي اصعب من ده بكتير جدا جدا، تمام. اللي بعده رقم 4 بيقول لي في الشكل المقابل واو ا بيساوي واو ب بيساوي 6 سم، قياس زاوية واو ب 120، فإن معيار ألف باء معيار أي متجه يعني طوله، يعني إيه؟ يعني طوله. فأنا عشان أبعد من سكة المتجهات دي والنظريات وإن أنا أنزل متوسط هنا وأقعد أحسب الكلام الكتير ده يا باشمهندس، عندي طريقة سهلة جدا. كل الفكرة يا باشمهندس إن أنت هتنزل عمود من هنا ده كده، وهتبدأ تمد ده كده على استقامته عشان يعمل لك زاوية إيه؟ قايمة، تمام كده؟ طيب مد على استقامته، تمام. طيب دي 120، يبقى الزاوية دي كده 60، يبقى دي بالنسبة لي كام؟ دي كده 30، تمام كده؟ خلي بالك إن هو قال لك دي قد دي، يبقى دي برضه بكام؟ دي كده ب 6 سنتي، تمام يا باشمهندس؟ طيب ده مثلث متساوي الساقين، دي 120، يبقى فاضل معاك 60، يبقى دي 30، ودي برضه كام؟ 30. يبقى المثلث الصغير ده هو 30 60، والمثلث الكبير تعالى نسمي النقطة دي جيم، يبقى أ ب ج 30 60، والمثلث اللي هو ب واو ج برضه 30 60. أنا عايز أوصل لطول أ ب، تمام يا باشمهندس؟ طب مش ده زاوية 30 في المثلث الصغير؟ أيوه. ما هي الزاوية 30 بتبقى نص الوتر اللي هو ب واو، طب ما دي 6 يبقى دي كام؟ يبقى دي 3. يبقى الالف جيم كله عباره عن 9، لو جبت لي الباء جيم يبقى انا بالنسبه لي هعرف اجيب لك الالف باء بكل سهوله، تمام كده؟ تمام. طيب او من غير ما نجيب الباء جيم يا باشمهندس، طريقه اسهل بدل نستخدم فيثاغورس، نستخدم زي ما احنا عملنا في حل المثلث القائم. مش انا معايا زاويه يا باشمهندس ومعايا طول ضلع؟ ايوه. يعني ممكن اقول ان جتا الزاويه دي اللي هي جتا 30 بتساوي ايه؟ هتساوي المجاور اللي هو ألف جيم، أنا شغال في المثلث الكبير، على الوتر اللي هو بالنسبة لي ألف باء اللي هو عايزه، تمام كده؟ يبقى جتا 30 بتساوي الألف جيم معايا بستة زائد 3 اللي هو 9 على الألف باء اللي هو الوتر، تمام كده يا باشمهندس؟ زي الفل. طيب ماشي، أنا عايز الألف باء، بدل دول مع بعض، يبقى الألف باء بيساوي 9 على جتا 30. طبعا جتا 30 اللي هي جذر 3 على ال 2.
طيب ماشي، الاتنين هتطلع فوق، يبقى دي اتنين في التسعة، دي في الكهة تلاتة في تلاتة. انت استخدم الآلة، انا عشان بس اعوض بقى على طول، وادي جذر تلاتة هنا على جذر تلاتة فيها الواحد، وهنا على جذر تلاتة فيها الجذر تلاتة، يبقى اتنين في تلاتة بستة، وادي جذر تلاتة، يبقى الناتج بتاعي ستة جذر تلاتة، اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم جيم. تمام كده. تعال نشوف اللي بعده، رقم خمسة بيقول لي اذا كان الف باء متجه بيساوي سالب 3 على 2 باء جيم. اول حاجه يا باشمهندس، لما الاقي علامه اليساوي في المتجهات قلنا بنترجمها لحاجتين، يا اما المتجهين دول متوازيان يا اما المتجهين دول على استقامه واحده. لو هما فيهم حرف مشترك يبقى هو على استقامه واحده، لو ما فيش يبقى متوازيان. لو انت جيت بصيت لقيت ان هنا باء وهنا باء، يبقى دول على استقامه واحده. فممكن يا باشمهندس زي ما قلت لك في العمليات اختار رقم جيم على طول. تمام، بس تعالى نفهمها. الف باء بيساوي واحد ونص من الباء جيم، بس الالف باء في اتجاه والباء جيم في اتجاه، لان هما متضادين في الاتجاه. طيب ارسم الالف باء الاول عامه كده، اهو ادي الف وادي باء. تمام كده. تمام، وقال لك هو بدأ من باء راح لجيم في عكس الاتجاه، فالالف باء كان ماشي كده، يبقى الباء جيم لازم يبقى ماشي كده، فده معناه ان نقطة الجيم هنا، وده معناه ان باء جيم دي عبارة عن واحد ونص من الالف باء. تمام كده، يبقى هي دي الرسمة. فبيقول لي ان الف باء وباء جيم يقعان على مستقيمين متوازيان مختلفان، ما احنا قلنا لو فيهم حرف مشترك يبقى مفيش توازي. بيقول لي ألف باء زائد باء جيم، ألف باء لما أجمعها على باء جيم كلها تديني الحتة الصغيرة دي؟ يا عم استحالة. طيب ألف باء وجيم رؤوس مثلث مختلف الأضلاع، ما احنا لسه قايلين ده فيهم حرف مشترك، يبقى أنا بالنسبة لي يا باشمهندس ده كده بالنسبة لي على استقامة واحدة، فدي برضه غلط، يبقى الاختيار رقم جيم هو الاختيار الصح بتاعي. تمام كده؟ يا رب تكون مفهوم. السؤال اللي بعده، رقم أربعة يا باشمهندس بيقول لي باء د متوسط في المثلث ألف باء جيم القائم الزاوية باء، فإن أي علاقة من دي صح؟ طيب ماشي، عارفين إن إحنا يا باشمهندس طول المتوسط الخارج من رأس القائمة بيساوي نصف طول الوتر. تمام كده؟ يبقى أنا بالنسبة لي، بس أنا خلي بالك أنا بتكلم على أطوال، يعني باء د كطول بيساوي نص الألف جيم طول فقط. يا باشمهندس ما دي مظبوطه اهي، اقول لك لا تبقى غلطان. ليه؟ لان طالما حط لك علامه يساوي يبقى المتجهين دول يا اما متوازيين يا اما على استقامه واحده. طب الهاء باء د والالف جيم دول متوازيين؟ لا. طب هم على استقامه واحده؟ لا. يبقى هو طالما حط لي علامه المتجهات يبقى دي غلط، ولكن لو هي اطوال يعني مثلا قال لي دي بتساوي نص دي اقول له تمام. تمام كده. تمام، دي اول واحده. طيب ماشي، الثانيه بيقول لي باء الف، باء الف ماشي كده زائد باء جيم اللي هي برضه ماشيه كده بيساوي باء دال. يا راجل مش ده متوسط؟ ايوه، يبقى باء الف الخارجه وباء جيم الخارجه بيساوي 2 من الباء دال الخارجه برضه، يعني دي الصح بتاعها ان هي تبقى 2 باء دال، يبقى انا بالنسبه لي برضه باء دي غلط. تمام كده. تمام، تعال نشوف جيم. بيقول لي الالف باء زائد الباء جيم بيساوي الف دال زائد الجيم دال. طب واحده واحده يا باشمهندس، هنا الحرف النهايه هو البدايه، فممكن نشيل مع بعض، فده معناه ان هو هيدي لي الالف جيم. طب هل الالف دال زائد الجيم دال بيكافئ الالف جيم؟ تعال نشوف كده، الالف دال اللي هو جاي كده والجيم دال اللي هو جاي كده، دول قطعتين مستقيمتين متساويتين في الطول وعكس بعض في الاتجاه، يعني الاتنين دول محصلتهم المتجه الصفري، فهل الالف جيم بيساوي المتجه الصفري؟ اكيد لا، يبقى هي اكيد الاخيره، وانا اصلا قلتها لك من الاول، طالما عمل لك معيار يبقى هو بيتكلم عن الطول، فهو هنا بيقول لي الالف جيم بيساوي 2 باء دال، اقول له اه، مش الباء دال نص الالف جيم، لو انا ضربت هنا في 2 وضربت هنا في 2 النص هيروح مع الاثنين، يفضل لي ان الالف جيم بيساوي باء دال، وقلنا المعيار هو الاطوال، يبقى بالنسبه لي الاختيار دال هو الاختيار الصح، بس انا برضو بفهمك الاجابات الثانيه غلط ليه. تمام كده، يا رب تكون فهمتها. تعال نشوف اللي بعده، في الشكل المقابل مساحه المثلث ا د ه الى مساحه المثلث ا ب ج، ا د ه و ا ب ج. لو كنا افتكرنا كده الترم الاول ورجعنا للتشابه، انا عندي زاويه ا مشتركه في المثلثين، زاويه د بتساوي زاويه ب بالتناظر، زاويه ه بتساوي زاويه ج برضو بالتناظر، فده مثلثين فيهم الثلاث زوايا بيساوي الثلاث زوايا، ودي حاله تشابه، فده معناه ان المثلث الصغير اللي هو ا د ه بيشابه المثلث الكبير. طبعا انا بدات بالف مشتركه ودال قد باء، يبقى الف باء جيم، لازم ترتيب الحروف اراعيه، او هنا هو كاتبهم مظبوطين اهو. فقلنا العلاقه بين المساحه
هي العلاقة بين الأضلاع، بس خلي بالك كنا بناخد الجذر. يعني إيه يا باشمهندس؟ لما نقول كل ضلع على نظيره، يعني لما أقول ألف دال على نظيره اللي هو الألف باء هيساوي بعد كده الدال هاء على نظيره اللي هو الباء جيم هيساوي الألف هاء على نظيره اللي هو الألف جيم، كل ده هيساوي إيه؟ هيساوي جذر الرقم ده، لأن هو جايب لي المساحة، يبقى جذر 4 على 9 اللي هي 2 على 3. دي معلومة مهمة لازم تحتفظ بيها عشان نشوف كده هل هو هيطبقها ولا لا. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام، تعال نشوف كده. أول واحدة بيقول لي إن أ د متجه بيساوي 4 على 9 من الأ ب متجه. تمام، تعالى كده نضرب مقص هنا بين أول واحد وآخر واحد، يبقى أ د في 3 ب 3 أ د متجه بيساوي، خلي بالك انا بقول ا د و ا ب، يبقى انا كده مش اتجاه الصح، وهنا بالنسبه لي 2 ا ب متجه، ضربت الاثنين في ا ب. طيب ماشي، وعايز الالف د بس، يعني قسم الطرفين على 3، يبقى الالف د متجه بيساوي 2 على 3 من الالف ب متجه. اصلا ما ينفعش يستخدم الاربعه على 9 لان دي خاصه بالمساحه، يبقى انا بالنسبه لي دي كده غلط. تمام كده؟ تمام. فبيقول لي اللي بعدها الالف د متجه بيساوي 4 على 9 من الالف جيم. طيب ماشي، ادي الالف دال وادي الالف جيم، ثواني كده، انت حاطط ما بينهم علامه يساوي، واصلا الالف دال ما بيوازيش الالف جيم ولا هم على استقامه واحده، فدي اصلا في المتجهات تفسيرها غلط تماما كده. تمام تمام. طب تعالى نشوف اللي بعدها، الالف هاء بتساوي 2 على 3 من الالف جيم. طب ما تيجي ناخد العلاقه دي كده نضربها مقص مع دي، يبقى الف هاء ب 3 ب 3 الف هاء متجه، و2 في الف جيم ب 2 الف جيم متجه. تمام كده، تعالى نقسم الطرفين على 3، يبقى الالف هاء متجه بيساوي 2 على 3 من الالف جيم متجه. هل هي دي اللي مكتوبه؟ موجوده يا باشمهندس وصح جدا، يبقى بالنسبه لي دي صح. بيقول لي ان الدال هاء بيساوي نص الباء جيم، تعالى كده يا باشمهندس، الدال هاء اهو بيساوي نص الباء جيم. لا ثواني، ده كانت دي تنفع لو دال في النص وهاء في النص، هنا دال مش في النص وهنا هاء مش في النص، ده هي الدال هاء والباء جيم نفس النسبة اللي هي 2 على 3، فدي برضو بالنسبة لي غلط، يبقى بالنسبة لي الإجابة الصح هي رقم إيه؟ رقم جيم. تمام كده؟ يا رب تكون فاهم والموضوع سهل عليك. تمام. رقم 8 بيقول لي في الشكل المقابل أ ب ج د و س ص ع ل مربعان طول ضلعهم 6 و 3 على الترتيب. يعني المربع الكبير 6 والمربع الصغير 3، يعني دي 6 ودي بالنسبة لي 3 برضه، وأقول لك أنا ليه اخترت الضلعين دول بالذات. بيقول لي الألف ج، ركز لي كده، الألف ج ده اللي هو قطر المربع الكبير. طبعًا إحنا عارفين إن طول قطر المربع بيساوي طول الضلع جذر 2. يعني ايه يا باشمهندس؟ انا في المثلث الكبير اللي هو الالف باء جيم، بالنسبه لي القطر اللي هو الف جيم، ركز لي كده بتكلم على اطوال اهو، هيبقى بالنسبه لي كام؟ هو طول ضلعه 6، فبكتب طول الضلع وازود له جذر 2. الله ينور عليك. طيب ماشي، في المثلث الصغير اللي هو س ص ع نفس الفكره، طول الضلع 3، يبقى انا بالنسبه لي ان س ع، وخلي بالك انا بتكلم متجهات اهو، يعني انا بالنسبه لي الالف جيم نازل، فلازم اقول الس ع برضه نازل بالشكل ده كده، بيساوي كام؟ طبعا طول الضلع 3، واحط له جذر 2 يبقى 3 جذر 2. تمام ماشي، ده كده الالف جيم وده الس ع. لو انت لاحظت كده بيقول لك ان الالف جيم بيساوي 6 جذر 2، خلي بالك انا ما ينفعش اكتبها كده، لازم احط هنا معيار، خلي بالك المتجهات ما بتتقاس بالرقم، فانا ما ينفعش اقول له 6 جذر 2. بيقول لي جذر 2 من الالف باء، تعالى كده بس نبص للالف جيم والالف باء، ثواني انت حاطط علامه يساوي ولا هم متوازيين ولا هم على استقامه واحده، فمبدئيا دي ما تنفعش. طب بيقول لي جذر 2 س ع متجه، ماشي س ع تعرف تنسب له ولا 2 س ع؟ تعالى نشوف، تعالى كده نقسمهم على بعض، يبقى الالف جيم على الس ع هيساوي 6 جذر 2 على 3 جذر 2، دي هتروح مع دي على 3 فاعل 1 على 3 فاعل 2، نضرب مقص يبقى ألف جيم في 1 بألف جيم متجه، هيساوي 2 في س ع يبقى 2 س ع متجه، يبقى الإجابة الصح هي د مش ج. تمام كده؟ يبقى أنا لازم أكون بالراحة كده، الموضوع سهل جدا جدا. إيه لسه مسألة؟ لسه مسألة، تعالى نشوف. بيقول لي إيه؟ بيقول لي في الشكل المقابل ألف باء وج د وتران في الدائرة. طب نرجع للدرس الاول كده برضو، الترم الاول معذره، لو وترين تقاطعوا في جوه الدايره، جوه الدايره يبقى جزء في جزء بيساوي جزء في جزء. مش فاهم يا باشمهندس، الوتر الاولاني اللي هو ا ب اتقسم ل ا ه في ه ب وراعي الاتجاهات، يبقى ا ه في الهاء ب هيساوي الجزء الثاني اللي هو ج ه وراعي الاتجاهات برضو، انا ماشي ج ه يبقى ه د
تمام كده زي الفل. الالف هاء بثلاثة في الهاء باء اربعة، هيساوي الجيم هاء اللي هي اتنين في الهاء دال، تمام كده. تمام، هنا على الاتنين فاء الواحد، على الاتنين فاء الاتنين، يبقى الهاء دال بيساوي تلاتة في اتنين بستة، يبقى الهاء دال ده يا باشمهندس بستة سنتي، تمام. فبيقول لي الجيم دال بيساوي، خلي بالك قلنا بيساوي يعني بيوازيه او على استقامته، بيقول لي ستة من الجيم هاء، ستة من الجيم هاء. طيب ماشي، هو قال لي جيم دال وجيم هاء ممكن انسبها. طب لو انا عايز اجيبها عادي جدا، هقول له والله الجيم دال على الجيم هاء، ما انا عايز اشوف النسبه كام. الجيم دال كله عباره عن 2 زائد 6 8، والجيم هاء عباره عن 2 بس، يبقى 8 على 2 فال 4 على 1، اضرب مقص كده، يبقى الجيم دال متجه، يبقى عباره عن 4 من الجيم هاء، اكيد مش 6 واكيد مش 3 وملوش علاقه بالهاء دال. لا ثواني، الجيم دال مع الهاء دال لا ليه علاقة بيه. لو انت قسمت الجيم دال اللي هو 6 على الهاء سوري الجيم دال اللي هو 8 على الهاء دال اللي هو 6 يطلع لك 4 على 3، يبقى دي النسبة 4 على 3 مش 4، فدي غلط. واحنا كده كده اصلا جبناها جيم دال بيساوي 4 من الجيم هاء، يبقى بالنسبة لي الاختيار رقم دال هو الاختيار الصح. تمام كده، يا رب تكون مفهوم. ده كده مسائل التطبيقات الهندسية سهلة جدا جدا. تعال نخش على التطبيقات الفيزيائية. بيقول له محصلة القوة الموضحة بدلالة متجه الوحدة ياء بتساوي كام؟ ببص اول حاجه، هو فرض الاتجاه عندنا يا باشمهندس، بنفرض الاتجاه اللي هو ماشي كده، اي حاجه ماشيه مع الاتجاه موجبه، اي حاجه ضدها سالبه، يعني انا 20 نيوتن دي موجبه وال12 دي سالبه. لو انا عايز اجيب محصله القوه يبقى الموجبه ناقص السالبه، يبقى 20 ناقص 12 يبقى بالنسبه لي بيساوي 8 في نفس الاتجاه، ما هو الاتجاه ده بيمشي مع الكبير، والكبير هنا اللي هو ال 20، يبقى ال 8 ماشيه مع اليه، يبقى بالنسبه لي الاختيار رقم الف هو الاختيار الصح. سهله دي، سهله جدا وبسيطه. تعال نشوف اللي بعدها. ماشي، رقم 2 بيقول له محصلة القوة الموضحة بدلالة متجه الوحدة ياء. قلنا أي حاجة ماشية مع الياء موجبة. لو أنت ملاحظ الاتنين ماشيين مع الياء، يعني دي موجبة ودي موجبة، يبقى ده معناه إن الكمية اللي هتطلع برضو موجبة، يبقى 20 زائد 25 يبقى 45 في متجه الوحدة ياء أو متجه الاتجاه بتاعي ياء، تمام كده؟ فدي مسائل سهلة جدا. رقم 3 يا باشمهندس بيقول لي إيه؟ بيقول لي محصلة القوة الموضحة بدلالة متجه الوحدة، أي حاجة ماشية مع الياء هتبقى موجبة. فلو أنت ملاحظ الياء نازلة لتحت، اللي نازل لتحت هي ال 30، يبقى ال 30 دي موجب، وال 80 طالعه لفوق يعني ماشيه عكس الياء يبقى سالب، تمام كده. يبقى المحصله سالب 80 وموجب 30، يبقى سالب 50 في متجه الوحده ياء اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. رقم 4 بيقول لي مقدار محصله القوه المؤثره على جسم عند محاوله تحريكه بقوه 70 نيوتن. معايا جسم وعايز ازقه كده بقوه 70، انا هفرض ان الاتجاه بتاعي هو الياء كده، وكان مقدار قوة الاحتكاك، الاحتكاك دي قوة عكسية. يعني ايه قوة عكسية؟ يعني قوة بتمنع الحركة، فهي بيبقى اتجاهها الناحية التانية. قال لك ان هي 55، فإن المحصلة والله يا باشمهندس ال 70 دي ماشية مع الياء فموجب، وال 55 دي ماشية عكسها يبقى سالب، يبقى 70 ناقص 55 موجب 15. يا باشمهندس ما أنا كان ممكن أفرض إن الياء ماشية الناحية التانية، يبقى ال 70 هي السالب وال 55 هي الموجب. أقول لك صح، بس في الحالة دي كان ممكن تلاقي في الإجابات سالب 15 وهي مش موجودة أصلا، فهمتني؟ فركز في النقطة دي. طيب ماشي، بيقول لي رقم 5 يا باشمهندس، إذا كان قاف 1 بيساوي كذا وقاف 2 بيساوي كذا فإن معيار محصلة القوة. خلي بالك وعايز المعيار. أول حاجة هتمسك القاف 1 تحولها لصورة إحداثية، يبقى 1 وسالب 3، وقاف 2 برضه هتحولها لصورة إحداثية يعني 3 وسالب 1. المحصلة هتجمعهم مع بعض، يبقى 1 و3 4، سالب 3 وسالب 1 يبقى سالب 4. ده المحصلة في الصورة الإحداثية، هو عايز معيارها. حاضر يا باشمهندس، يبقى جذر السين تربيع اللي هي 4 تربيع ب 16 زائد الصاد تربيع اللي هي سالب 4 تربيع برضه ب 16 يعني جذر 32، ومبدئيا لما تلاقي الرقمين شبه بعض يبقى هي تطلع معايا 4 جذر 2، يبقى بالنسبة لي الاختيار رقم ج هو الاختيار الصح، تمام كده؟ تمام، تعال نشوف اللي بعده. رقم 6 بيقول لي إذا كان قاف 1 بيساوي أ ب
وقاف 2 بيساوي كذا تؤثران في نقطة مادية وكانت المجموعة متزنة. طيب ماشي، قاف 1 عبارة عن ألف وباء، قاف 2 لما حولها لصورة إحداثيات يعني سالب 3 و4. طب ركز لي كده بعد إذنك، لما يتلاقي المجموعة متزنة يعني المحصلة تساوي صفر، معنى إن هي بتساوي صفر ومعاك متجهين بس، فده معناه إن قاف 1 متجه هو المعكوس الجمعي لقاف 2 متجه. يعني إيه يا باشمهندس؟ يعني كل اللي انت هتعمله في القاف 1 ان انت هتغير اشارات ده، سالب 3 هتبقى موجب 3، موجب 4 هتبقى سالب 4. ليه؟ عشان لما تجمع 3 وسالب 3 تديك 0، سالب 4 و4 تديك 0. تمام كده؟ تمام وزي الفل. طب يا باشمهندس هو عايز ايه؟ هو عايز ا زائد ب، ما احنا قلنا القاف 1 ده عباره عن ا وب، لو جمعت 3 وسالب 4 هتديك سالب 1، يبقى الاختيار الصح رقم ب بيساوي سالب 1. التطبيق اللي بعد كده وهو السرعة النسبية، وده كلام سهل جدا جدا. طول يا باشمهندس لو انا معايا المتجهين نفس الاتجاه بطرح، لو المتجهين نفس الاتجاه بطرح. طب يا باشمهندس اعرف منين؟ هقول لك، هو قال لك العين ألف بيساوي 12 في متجه الوحدة ياء، والعين باء عبارة عن 8 في متجه الوحدة ياء. طالما الاثنين موجب او الاثنين سالب يبقى هما نفس الاتجاه، يبقى اما اجي احسب ده انا هطرحهم. طب هو بيقول لي عين باء بالنسبه لالف بتتقرا كده، يبقى العين بتاعه الاول اللي هو العين باء ناقص العين بتاعه الثاني اللي هو الالف. دايما ده من صمير راصد اللي بيرصد الحركه اللي هو الثاني، فعشان كده بنقول سرعه باء بالنسبه لالف. تمام كده؟ تمام. هيساوي العين باء اللي هي ب 8، يبقى دي 8 ناقص العين ا اللي هي بالنسبة لي 12، يبقى 8 ناقص 12 يعني سالب 4 في متجه الحركة ياء، يبقى بالنسبة لي الاختيار رقم د هو الصح. تمام كده؟ تمام. بيقول لي إذا كان عين ا بيساوي كذا وعين ب بيساوي كذا، لقيت عين ا موجبة ولقيت عين ب سالبة، فاعرف وانت بتجيب لهم يا باشمهندس السرعة النسبية هتجمعهم، وهقول لك السبب دلوقتي. لما اجي اقول عين ألف بالنسبة لباء ممكن اقول على طول 120 زائد 80 يعني 200، بس انا مش مهندس ما فهمتهاش كده. تمام، اقول لك عادي، مش المفروض القانون الاساسي هو عين ألف ناقص العين باء؟ اقول لك تمام، العين ألف ب 120 وادي ناقص اهي، وادي العين باء بسالب 80. فهمت احنا بنقول بنجمعهم ليه؟ لان سالب في سالب بموجب، يبقى موجب كام؟ يبقى موجب 200 في متجه الحركة ياء، يبقى بالنسبة لي الاختيار رقم باء هو الاختيار الصح. رقم 9 بيقول لي إذا كان عين ألف باء بيساوي كذا، خلي بالك هو اداك العين ألف باء اللي هي عبارة عن سرعة ألف ناقص سرعة باء. تمام كده؟ هو قال لك دي ب 75 وموجب، وقال لك إن عين ألف بسالب 60 وسالب ناقص العين باء. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. طيب انا عايز اجيب العين باء، مفيش مشاكل، ودي دي الناحيه الثانيه، يبقى العين باء بالموجب هتساوي سالب 60 ياء، وال75 هتروح الناحيه الثانيه يبقى سالب 75 ياء. تمام كده؟ زي الفل. يبقى بالنسبه لي كام؟ سالب 135 في متجه الحركه ياء، يبقى بالنسبه لي الاختيار رقم باء هو الاختيار الصح. تمام كده؟ تمام. اللي بعده رقم 10 بيقول لي يتحرك راكب دراجة ألف على طريق مستقيم بسرعة 14 كيلو، يعني أنا بالنسبة لي إن عين ألف بيساوي 14، فإذا قابل راكب آخر اللي هو باء يبقى عين باء يتحرك بسرعة 20 في الاتجاه المضاد، يبقى سالب 20 في متجه الحركة ياء، فإن معيار السرعة النسبية بينهما يعني عايز عين ألف بالنسبة لباء اللي هي عبارة عن عين ألف ناقص العين باء، ممكن نقول ان هما متضادين في الاتجاه فهجمع الارقام، يبقى 4 زائد 20 على طول ب 34، او اقول ان عين ا اللي هي 14 في متجه الحركه ياء ناقص ناقص كمان ال 20 ياء، يبقى سالب وسالب موجب يعني 34 في متجه الحركه ياء اللي هو نفس الاتجاه اللي انا فرضته، يعني السرعه موجبه، معنى السرعه موجبه ان هي بتزيد، يبقى 34 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ج. تمام كده؟ تعالى نشوف اللي بعده، كلام سهل وبسيط قوي. رقم 11 بيقول لي تتحرك سيارة على طريق مستقيم بسرعة 90 كيلومتر كل ساعة. طيب السيارة دي تعالى نسميها رقم ألف، فإذا تحركت دراجة بخارية بسرعة تعالى نسميها باء على نفس الطريق، فإن معيار سرعة الدراجة البخارية بالنسبة للسيارة، يعني هو عايز عين والدراجة البخارية اللي هي باء
بالنسبة للسيارة اللي هي ألف. ركز بقى، عندما تتحركان في نفس الاتجاه، يعني دي كأنها 90 في متجه الحركة ياء، ودي 40 في متجه الحركة ياء. لو هما في نفس الاتجاه يبقى 90 ناقص 40، بس خلي بالك هو قال لك عين باء ناقص العين ألف، يبقى أنا بالنسبة لي دي كده عين باء ناقص العين ألف، يبقى تساوي العين باء اللي هي 40 ناقص 90، يبقى بتساوي كام؟ يبقى بتساوي سالب 50 في متجه الحركة ياء. هتقول لي يا باشمهندس ده ما فيش سالب 50، ما هو السرعة مش هتطلع بالنسبة لي اللي هي ايه يا باشمهندس؟ مش هتطلع بالنسبة لي سالبة. لا، انا هختار الاختيار رقم ألف، بس لازم اكون فاهم ان هما كده السرعة بتاعتهم في عكس الاتجاه، يعني ده برصد بالنسبة لده كأنه عكس الاتجاه بتاعه. ليه يا باشمهندس؟ لأنه عايز سرعة الدراجة البخارية اللي هي سرعتها قليلة بالنسبة للسيارة عندما تتحرك في نفس الاتجاه. لو انت ملاحظ الدراجة البخارية سرعتها قليلة ودي سرعتها سريعة، فهي شايفة التانية بنسبة سالب 50، وده كلام منطقي لأن دي بطيئة ودي سريعة جدا بالنسبة لها. أو إن احنا بنختصر الكلام دايما بنقول إن هما لو في نفس الاتجاه اطرح السرعتين من بعض، يبقى 90 ناقص 40 بيساوي 50، بس أنا بفهمك المعنى الفيزيائي بتاعها برضه عشان تبقى فاهم. تمام كده؟ تمام. رقم 12 بيقول لي إذا أثرت القوتان قف 1 وقف 2 في نقطة مادية فإن محصلتهم بتساوي كام؟ حاضر، ممكن نحول كده بعد إذنك القف 1 هتبقى بالنسبة لي كام يا باشمهندس؟ هتبقى بالنسبة لي 4 وسالب 6، تمام كده؟ طيب القف 2 لو حولناها هتبقى عبارة عن سالب 6 و8، الله ينور. طب المحصلة مجموعهم 4 وسالب 6 سالب 2، سالب 6 و8 موجب 2. طب دي المحصلة، أنا عايز بقى معيارها لأنه هو محول الصورة للقطبية، يبقى معيار المحصلة هيساوي جذر سالب 2 تربيع ب 4 و2 تربيع ب 4، يعني ده تطلع 2 جذر 2. قلنا كتير لو الأرقام شبه بعض يبقى بالنسبة لي بيطلع رقم جذر 2، يبقى الأولانية دي غلط ودي غلط، يبقى هي دي يا دي. تمام كده؟ هنبدأ نجيب ظا سيتا اللي هي بتساوي ص على س، يعني 2 على سالب 2 يعني سالب 1. الزاوية اللي الظا بتاعتها بواحد هي الزاوية 45 درجة. الظا سالبة فين يا باشمهندس؟ في ربعين، الربع التاني والربع الرابع. بس لو ركزت هنا السين سالبة وهنا الصاد موجبة، يبقى أنا شغال في الربع التاني، والزاوية في الربع التاني بتبقى 180 ناقص 45 يعني 135 درجة، يعني الاختيار رقم ج هو الاختيار الصح يا باشمهندس. تمام كده؟ يبقى احنا كده فهمنا السؤال بتاعنا. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. رقم 13 بيقول لي اذا كان قف 1 بكذا، قف 2 بكذا، قف 3 بكذا تؤثر في نقطة مادية ومتزنة. حاضر يا باشمهندس، بما ان المتزنة يبقى المحصلة لازم تساوي صفر. طب المحصلة هجمع السينات يبقى 7 وألف وسالب 4، يبقى 7 زائد ألف وناقص 4. طب هجمع الصادات سالب 2 و3 وباء، يبقى سالب 2 زائد 3 زائد باء، الكلام ده المفروض يساوي 0 و0. تمام ماشي. طيب دي 7 ناقص 4 يبقى 3 زائد ألف، وهنا سالب 2 وموجب 3 يبقى 1 زائد الباء، المفروض الكلام ده بيساوي كام؟ 0 و0. الأول بيساوي صفر يبقى الألف معكوس التلاتة، يبقى الألف بيساوي سالب تلاتة، ده بيساوي صفر يبقى الباء معكوس الواحد يعني سالب واحد، فالألف بسالب تلاتة والباء بسالب واحد. لو جمعتهم يبقى سالب تلاتة وسالب واحد سالب أربعة، اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم باء. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي في الشكل المقابل إذا كان قف واحد بيساوي قف اتنين بيساوي تلاتة فإن محصلة القوتين، وطبعا هو جايبها في الصورة القطبية. ماشي، لو انا كده ركزت يا باشمهندس دي قف واحد صح كده، وقال لك ان معيارها كام؟ 3، يبقى انا ممكن اكتب قف واحد كده في الصوره القطبيه ادي المعيار اللي هو 3. طب يا باشمهندس الزاويه اللي بتعملها مع السينات الموجب 30، يبقى دي 33 درجه. تمام كده؟ تمام. طب ماشي، ما تيجي نجيب برضو القف 2 بنفس الطريقه، كده كده معيارها 3، بس الزاويه بقى اللي هي بتعملها مع السينات الموجب خلي بالك دي 30 وادي كمان 60 وادي كمان 60، لان الزاويه دي 90 والزاويه دي برضو 90، يبقى 30 و60 90 وكمان 60 يبقى 150، يبقى ده عباره عن 3 و150. تمام كده؟ هنبدا نفك على فكره هي لها طريقه سهله جدا جدا، بس دي بنشرحها في ثانيه ثانوي، فخليها لما تيجي وقتها باذن الله. طيب ماشي، الوقت انا عايز بقى افك دي بالصوره الاحداثيه، يبقى عباره عن السين طبعا بتساوي 3 جتا 30، والصاد بتساوي كام؟ 3 ج 30. طبعا جتا 30 بجذر 3 على 2، يبقى دي 3 جذر 3 على 2،
ودي 3 جه 30، جه 30 بنص يعني ب 3 على 2. وهنا برضو س بتساوي هتبقى 3 جه 150 وص بتساوي 3 جه 150. طبعا الجتا في الربع الثاني سالبه، يبقى دي سالب جذر 3 على 2، يبقى دي سالب 3 جذر 3 على ال 2، و3 جه 150 الجه موجبه يبقى دي برضو 3 على 2. تمام كده؟ هو عايز المحصله، اجمع بقى السينات مع بعض، يبقى هنا 3 جذر 3 على 2 وسالب 3 جذر 3 على 2 يبقى 0. طيب ماشي، اجمع السادات، 3 على 2 اللي هي 1.5، 1.5 و1.5 يبقى موجب 3، يبقى هي دي كده المحصله. لو انت عايز تجيب معيار المحصله هيبقى بيساوي جذر السين تربيع اللي هي 0 والص تربيع اللي هي 9 يعني بتساوي 3. يبقى مبدئيا المحصله بتساوي 3، يبقى دي ودي استبعدهم. طب الزاويه، يبقى ظا ثيتا بيساوي ص على س، يعني هيساوي 3 على 0. قلنا لما نلاقي الزاويه 0 يبقى بالنسبه لي يا باشمهندس في الظا طبعا يبقى الزاويه بكام؟ ب 90، لان هي بتبقى غير معرفه عند الزاويه 90، يبقى هي 93. لو انت عايز تجيب الزاويه بطريقه سهله جدا ممكن ترسم الاحداثيات، والنقطه دي اسمها 0 و3 يعني على محور الصادات الموجب، ومحور الصادات الموجب زاويته مع السين الموجبه كام؟ 90 درجه. ده برضه عشان لو انت تهت يعني في المساله. تمام كده؟ تمام. تعالى نشوف اللي بعده. رقم 15 بيقول لي إذا أثرت القوتان قف 1 وقف 2 في نقطة مادية، وكانت قف 1، قف 1 عبارة عن إيه بقى؟ قال لك عبارة عن 34 ثقل جرام وتعمل في اتجاه الشمال الشرقي، ده الشرق وده الشمال، طالما شمال شرقي يبقى في المنتصف يا باشمهندس، يبقى دي 45 ودي 45 وكده القوة دي معيارها كام؟ 34. وقال لك إن قف 2 34 وتعمل في اتجاه الجنوب الغربي، ده كده الجنوب وده كده الغرب طبعا يا باشمهندس، وطالما قال لي جنوب غربي يبقى في المنتصف 45 و45. وقال لك هنا بقى برضو معيارها كام؟ 34. تمام كده؟ تمام. دول على استقامه واحده، عرفت ازاي؟ اقول لك الزاويه دي بتساوي زاويه التبادل والزاويه دي بتساوي زاويه التبادل، او الزاويه دي 90 دي 45 و45 يبقى 90، 90 و90 180، يبقى دول على استقامه واحده. طب ما احنا خدنا في المتجهات، لو معايا متجهين لهما نفس المعيار وعلى استقامه واحده ومتضادين في الاتجاه، المحصله بتاعتهم بتساوي كام؟ بتساوي صفر، يبقى انت كده حليتها من غير ما توجع دماغك. تمام كده؟ تمام. ده كده يا باشمهندس 15 سؤال سهلين جدا جدا على الاسئله اللي هي الخاصه بتطبيقات على المتجهات. كده يا باشمهندس وصلنا لاخر حصه النهارده، باذن الله هحاول انزل لك الاسئله المقاليه بقى، فيها اسئله دسمه وجميله جدا جدا وافكارها جميله كده زي ما عملنا في العمليات على المتجهات، هحاول انزلها لك برضو وابسط لك كده طرق الحل، لان هتلاقيها في المعاصر كده ايه يعني مش واضحه قوي، او افهم لك الطرق دي جت ازاي، فباذن الله هنزلها لك في اسرع وقت ممكن، احتمال النهارده باذن الله. كده يا باشمهندس وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى اكون قدرت افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا.